رمضان كريم على كل مشاهدينا ومتابعين على شاشة قناة الديار الفضائية. حلقة جديدة من برنامج دقلات 2. ضيفتنا لهذه الحلقة فنانة محبوبة طيوبة، محبوبة الجميع، اتفق الجميع على أنه يحب هذه الشخصية. ضيفت اليوم وضيفة زميلة رسلان، ضيفة برنامجنا الفنانة الجميلة النسمة نسمة. خلونا نشوف اليوم نسمة ايش سوت. عصبناها كلش هواية وطلعناها عن طورها بصراحة. خليكم ويانا وتعالوا خلينا نشوف نسمة شنو سوت. حياكم الله احبتي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي بصراحه. مثل ما عودناكم وبكل حلقه من حلقات برنامجنا نستضيف فنانين ورياضيين ومبدعين وكافه صنوف الابداع. اليوم حلقتنا غير، اليوم ضيفتنا المتالقه والراقيه الجميله فنها وابداعها نسمه. اكيد راح ترافقني بتقديم حلقه هذا اليوم الزميله والاخت امانه علاء. حياك الله امانه وحياك الله نسمه. اهلا وسهلا بك. مساء الخير على عيون كل مشاهدينا ومتابعينا، ونمسي على ضيفتنا نسمه الشاشه العراقيه الفنانه نسمه، ونمسي على اخويا وصديقي رسلان حداد. حياك الله. واتمنى تكون هاي يعني جلسه خفيفه وحلوه، واتمنى تكون باجواء هادئه ودافيه. والله هي اجواء حلوه حلوه بس ما الدافيه لا ادري. لا بارده هي بس ان شاء الله. عاد 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 السمين والعده لحم وهاي يقول لك هذا يدفي. كذب وينك انت؟ والله بالعكس هو اول ما يضرب بالعظم ما السمين. صدق نسمه شنو هالضعف هذا؟ وين الضعف؟ تطلع عليك اشاعات انه مسوي قص معده. ليش تكذبين؟ وين الضعف؟ لا لا ضعفانه هواي جديات والله. ضعفان يقعد هيك ضعف. لا لا بيك البركه. جديات رسلان مو ضعفانه؟ والله ضعفانه. والله هواي ضعيفه بس رجع السمين. لا لا هسه تضعفونك انت اسمن انا شنو ما اعرف وش بس وانت صراحه اي صار هواي مشايف يعني اني كمتلقي بعيدا عن مقدم برامج او هيك شيء احبك ككاركتر سمينه يعني ما اتقبلك ضعيفه كمتلقي اشوفك احلى سمينه يعني كاركترك حلو من سمينه هي من تضعف يعني مو تصير عوده مثلا لا يعني مو هي هم يعني هسه هيك ها هيك لا لا بعد شويه اضعف هيك خبل هيك لا 30 كيلو صارين مثلي نسمه شنو يعني لا لا مو اصير مثلي شنو تقوم توازيني مثلا يعني اصير مثلك اي شو تسوين اشرد عبارة تقطين نسمه تريد تضعف لسبب واحد ايه؟ لسبب واحد عم تلبس بناطير مشققه والله شنو الاسم ما عندهم بناطير انا ادري لهم لا تجي لي مره اريد اضعف عم تلبس بناطير مشققه جبت بناطير كلها مشققه كذاب شو ما اقول لك ضعفت نسمه اريد احنا هاي الجلسه نعتبرها جلسه يعني حبايب بعيد عن هاي الروتين شلون قاعدين بالهول قاعدين بالهول ونسولف اريد نتحدث تحدثين عن شفناك مقدمه برامج شفناك باعمال على الام بي سي شفناك باعمال على الرشيد على وايد قنوات شلون تقسمين وقتك يعني واحد يقول لك مثلا يشاهدك برمضان بست اعمال بسبع اعمال شلون تقدرين تقسمين وقتك كل هاي الاعمال سبع اعمال يعني انت عندك اعمال هواي شفناك هنا بغداد وهنا هنا هاي شو وقت العام اول عام اي اول عام يجوز اي ايه؟ لكن العام لا اوكي شلون تقسمين وقتك يعني شلون اقسم وقتي يعني شلون تحفظين راكور مو هي ما تجي كلها سوا بس هي تنعرض سوا اماني هي طبعا ممثله وفنانه مو هي اماني لا لانه انا ممثله اعرف انه هي ما تجي مو يعني كل بس تنعرض بوقت واحد أه. ماكو وانا اعرف بس اريد نوضح للناس انا ايضا اعرف يعني عمليا مشتركات فاكو طبعا هم يقسموا لك وتنسيق الوقت مالتهم عندك اعمال مسرحيه؟ حاليا لا ايش عجب عادل يعني كاركتر شوي حلو بالمسرح مسرح متعب جدا وقت ياخذ من وقتك هوايه يعني نجحتي في تقديم البرامج؟ اعتقد ايه ان شاء الله. ها ان شاء الله. يعني تقدرين تقدمين برنامج سياسي بصراحه؟ والله انا انعرض لو يلوق لك فقط هاي الاشياء لوجو وتفترين بالموالات واسئله وهاي الامور. انا انعرض علي برنامج سياسي وكانت الاجور مالته كلش ممتازه. يعني برنامج سياسي؟ كلش كوميدي سياسي.
ها كومي. بس اذا برنامج جدي مثلا جايبين كمثال ضيف واحد ما يقدر يقدم شيء وما يحبه. ما اقول لك انا بالعكس انا عراقيه وما اقول لك انا ضد السياسه بس نسمه الناس كلها حبته صح والعراق كله حبه صح. الحمد لله والشكر صح كاركتر مالتي كل شيء اللي بيه طيبه قلبك ماكو داعي يعني اسوي شكرا رسلان العفو ماكو داعي اسوي منازعات انا في غنى عنها مو صحيح صح السياسه نتركها للسياسه صح نسمه انت عقل مدبر جدا حلو صح انت قياديه انت تقودين يعني هسه انت بعائلتك بعائلتك انت قياديه كيف ما انت بالاعمال والله يمكن اشتغلنا سوية اماني اشتغلنا هواي سوية انا اعرف اعرف اكيد بس المشاهد مدى يعرف انت قياديه يعني بصراحه غير انا هسه سالت وراح اجاوب نسمه قياديه المشهد قياديه العمل مو طبيعيه حلو تريدها سنيده سنيده تريدها اساسيه اساسيه هو ليش تسوي لفنان يعني مركب على كل شيء فنان كل شيء يصير ممثل ثانوي يصير نجم زين نسمه هواي انا سامعتش تغنين يعني احنا من نقعد بالكواليس ندندن بالاخص انا وياك دائما ندندن اي مغني. يعني اذا عرضت عليك اغنيه شبه كوميديه تغنيها التايتل يجوز اسويها العرض عليك ان شاء الله مثل تحب التايتلات تحب التايتل كل شيء خصوصا اذا بيها اغنيه وبيها هسه احنا نريد نسمع دندنه منك دن 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 سويت لك لا 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 شو هيجي شلون ذني اشياء انا مال المسرح قبل. يلا قولي لي وانا اقول لك ما ادري انت كنت دي اكو اغاني تحبيها وانا اشاركك بيها طيني وحده والله ما اتذكرت ايش تحبين وانا اشاركك بيها شو تريدين انت الاساسيه تريد. انت الاساسيه انت اللي تقودين هسه ولولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليما يا يماما انا مال يماما شي طيرني لا خير وبركة خير وبركة بمن تأثرتي نسمة يعني هذه بطفولتي انا احب التمثيل لا ممثلة مثل امل طه الله يرحمها ليش غير. ليش انه الا امل طه الله يرحمها مو نفس الديزاين لا يجوز سعديه الزيدي ها حلو يجوز فاطمه الربيعي تحياتي لكل مبدعاتنا طبعا اكيد طبعا كلهم نجوم وحلوين وخصوصا النجوم الكبار من عندهم احنا كنا اطفال ونشاهد البرامج نهدى رماح وغيرها نشاهد البرامج مدعين. الحلوه الاصيله مالتهم صح اللي نتمنى هسه كل فنان يقتبس ولو شيء بسيط من عندهم صح بس يعني هسه شخصيه واحده منه سعدية زيدي؟ لا سعدية زيدي احبها جدا جدا احبها واحب تمثيلها واحب يعني شو نقول احنا يعني ما ادري ما احس يمثلون احس هم فعلا يعني هذا يقنعون ياكو اقناع بالموضوع كلها حلوه يعني الامانه الضال كانت فتشي كلش حلوه عندي فتاه في العشرين يعني كنت انا اتابع من انا صغيره واشوف السيديات من كانت الفيديوهات قبل يعني وكنا صغار مثلا احنا صح فكل حلو نسمع سبب دخولك للدراما او المسرح او الوسط الفني بصوره عامه نعم. اول شنو السبب ثاني شيء منو اللي ساعدك او منو اللي اكتشفت او منو اللي قربك انا قلت يمكن هي كانت صدفه يعني الصدفه لعبت دور حياه نسمع كلش يعني والحمد لله انه حالفني الحظ وقدرت احصل على المساحه الحلوه اللي حبها كل مشاهد اللي شاهد الاعمال اللي قدمتها نسمع كان الصدفة اللي اكتشفني اللي هو الفنان استاذي تاج راسي طبعا استاذ عمر العمري تحية خاصة الى من العراق الى هولندا وكانت نقطة البداية دي من سوريا يعني والحمد لله انا اعرف بهاي التفاصيل رجعت للعراق وبديت مشواري بالعراق جمهور هل يعرف اكيد جمهور هاي يحب يعرف طيب نسمة شلونك بالطبخ ممتازة ها ممتازة اي ها يعني مثل الفن مبدعة بالطبخ؟ شوف اللي يحب الأكل يتفنن بيه. أنا عارف. أقوى أكل أسويها. إيش تيجي على بالك أسوي؟ آه. والله. يعني هاي البريان والدورمة وهاي الأكلات. خبص. ها؟ خبص. تحبين السمك البني لو الكاريبي؟ هسا عرفوش أكالة زينة لو لا؟ لا ماكو السمك هاي. آه ليش؟ أبد. خربنا كل الوسط يعرفني ما اكل سمك يكظ القلب هو السمك. لا أحب السمك ولا أحب الدجاج أحب اللحم. ها اللحم. خربنا. العدانة عكسها ما أحب اللحم. تحبين السمك؟ سمك الدجاج انا السمك وكل ساعه السليه طب وطلع بيه عض لحم انا مو ما احب اللحم بس يعني ما اميل له يعني اذا اتخيرت اخذ دجاج يلا يلا هو جاي اللحم عليك ما يريدك يلا بطل ما تحبين طيب نسمع اكو ايام سوداء بحياتك واجهتي بيها صعوبات؟
ماكو انسان ما عنده ايام سوداء. كل انسان عنده ايام يعني مثل ما امان قالت قياديه، وهي يعني معناها شخصيتك قويه. حتى لو شخصيتك قويه بس انت بداخلك تقوي، حتى لو كنت قدام زملائك وقدام اهلك في موقف معين انت قد يكون صعب عليك وقاسي عليك، تكون لازم قوي وتواجهه. لكن انت من تصفن ويا نفسك تكون وحيد او تطلع برا او شيء تنهار. صح 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 صح. شو رايكم نروح فاصل ندفى قبل بالمدرسه من المعلم اللي يضربك عوده تسوي هيك حتى شنو تدفى؟ اي هسه خلينا ندفى احبه المشاهدين، فاصل قصير وراجعين لكم. بارد تقتل يلا نشمه. ليش قطعت الاغنيه؟ وصلت الطياره وكان نزل استحيت اطير. لولا الملامه يا هوا لولا الملامه. تليفون وين؟ على الهوا زي اليمن. قعدوا قعدوا. شنو قعد؟ هلا قام شوف جماعه. يلا عشتينك. سلم لعلي قال هسه يجي الباي. لا جا عبالي كلام النسمه. لا اماني غير رسلان. كله من ذني نسمه. تجي كلاس تجي كلاس والاكزيز رقم واحد والبورش لمبرجيني. لمبرجيني ابي رانج. عطى رانج. عطى رانج يبا. عطى رانج يبا. يلا نرجع. يلا اخر رجلي. يلا يا استاذ لو نرجع. يلا استاذ. من جديد نرحب بكم أحبة المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، ومستمرين بحلقة هذا اليوم ويا الجميلة والمبدعة نسمة. حياك الله نسمة من جديد. الله إن شاء الله إحنا نتمنى الكل يشتغلون والكل ينسعدون والكل يتوفقون يا ربي. إذا مو بهاي القناة بهاي القناة، إذا مو بهاي بهاي، فهي إن شاء الله تنفتح لهم يعني آفاق هواية هواية. اختياركم مكان كلش حلو طبعا. طبعا دجله احنا ندلكم دلال اليوم. لا حندلكم حبيبي. بس جاي صور بعدين. صور بعدين صور. شنو جاتك صور؟ شو طاني حبيبي؟ بس جاي صورتك. شنو دخلتك هاي؟ تمين من اي جهه؟ قوم حبيبي. شنو دخلتك هاي؟ قوم حبيبي احكي وياك. وتمين حتى احكي وياك بابا؟ احنا سطر هذا اعلام. ارفع ايدك لي فوق. ارفع ايدك لي فوق. ارفع ايدي لي فوق. ارفع ايدك. ارفع ايدك لي فوق. يا الله وخر بعد عمك وخر. شكو شكو. شنو عيب؟ شكو بابا. تشرب مخدرات؟ تشرب بيتك. استغفر الله. مخدرات؟ هذا لفاف كان كمبار. دوخر يلا وخر. يلا وخر. وخر. بس وخر. جاي تحشي دولة. شطيتني. شطيتني. طالعت ابو السهم. حبوب شنو؟ حبوب مخدرات. خابوا انا مي بارد ما شارب، اخاف على بلاعي مشرب مخدرات. ايش بيه العالم هاي؟ انت شنو دامن تجيب له؟ اي دامن. زين ما تخاف على روحك انت؟ ستنسمه. تخاف على روحك؟ ستنسمه شنو؟ 15 لحظه لحظه. ستنسمه شنو؟ ستنسمه هم دامن اجيب لها. بس شو اللي قاعد يصير؟ شو تجيب لك مخدرات؟ لا عليها مخدرات. عوفي عوفي. لا 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 هذا المصدر مالتكم؟ عليها مخدرات. هذا المصدر؟ توخر. لحيته كانت طفار ما رخيص. انا اجيب مخدرات. انا اجيب مخدرات لك. انا اجيب مخدرات لك. ها؟ بس اجيب مخدرات. بس ادي بس بس ادي. جار شالك. شنو شنو؟ مو يجيب ليش ولا؟ شلب. بس بس. اي والله اي والله شلب. حل حل حل. تتبلع عليها ما تستحي. تتبلع عليها ما تستحي. تتبلع علي. انت تعرف يعني جاني قال تعرف يعني ضابط شنو؟ لك كسر راسك ضابط شنو؟ وخر لك وخر. كفو علي مراجليه. طبعا بالقران مراجليه. انا جاني قال هذا رقم ديدز تكيا. لك يا بسياره لك من تخليها؟ لك من انت؟ 10 قلت لك ما يخلوها بالسياره. ايش بيها؟ ترى مرن على وجهك. هسه تخيلك تيس مال ملاكمه حبيبي. هذا زين اللي صفر. هسه هسه زياد صفر. هسه هسه زين. ضغط ضغط. من عواجبك عواجبك تاني شياش مال كباب. دوخر وخر وخر وخر. هذا ما هذا انه مشطوله. هذا دوخر. خلي ولي فارغ. هو كل واحد دوخر ولا ولا طول. تعال 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 تعال. اكيد لم تاكيد ولي ما تعال تعال. وخر دوخر. تعال لا حد يطب ولا حد يطع. شنو حمام مال السوق؟ دوخر وخر. خلى موتكم تموت. دوخر تعال امشي. يما 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 يما. وخر وخر وخر. اي طبعا وخر وخر. شعبك تعتقلها فنانه وش كبرها ايش قدها؟ انت مدمنه. مدمنه؟ مدمنه شنو؟ ما تستحي تاكل نبي وتكفي. اقول لك انت انت بابق. انت بابق. وخر لك كسر راسك. وخر 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 لك انت. جبنا طابوقه جبنا طابوقه اخذنا يما براسك. بس وخر وخر. وخر لك. 20 واحد مثلك ما يقدر. جبال انت تمشي. انت بابط. انت بابط. انت تتعامل فنانين. طا طا طا. يلا بابط. يلا وخر. 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 وخ
شوف هذا بالقوات لعب مني جيت ما جبت يا قواتك ما جبت قواتك ما جبت قواتك جاي فارق امشي لا زلقك بدك راس امشي انت بتشكمك احطك شوف هذا بتشكمك شنو طلي تحطه بتشكمك يلا تمام امشي لعيب شي قلت زميلك شو تزق وليام مال غمان على التربية وخلك وخلك وخر وخر يلا وخلك كل خايس وخر وخر نسمع ثالث يانا بمقلب من مقارب دقلات الجزء الثاني نسمع كسرتهم نسمة الولد خطأ يحتاج مغرحة اي عركة على المتر بعد نسمة طلحة وانا على المتر ياسف جاوب خلا اقف خلا جرحة وين هفول طعمه 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 انا صرخت عليك تفكسرت ايدي شلون الجرحه شلون الجرحه خليني الصندوق وينك الصندوق على جهازك صدقتي بعدين اقول احط شوي سمعونا صفقه ثانيه النسمة انا اعلمكم هفولي يما نسوم يما نسوم اول ما جت طبعا ايش قالت قالت اذا طلعت كاميرا خفيه اشرب بالمي وعدت وين دوفي متعبد يا والله يا بزين اذا احد عندك قتال شيء خليه قتال يعني قتال لا بعد انت موتوني انت مو تريد تضعفين جوعانه جوعانه انت كيف وين وقع منك ما جوعانه لا شبعتي اكيد شبعت حبيبتي بس والله كنت مكتله بس هي الكراسي شويه قويه يعني ثقيله ولا كان موتتهم جيبوا لهم الحلقه خدتك والله العظيم نسمع هذا البرنامج راح يعرض برمضان برمضان الجزء الثاني مال الدقلات امانه كل سنه يسوون بها مقالب هاي السنه قلت هي سووا بالناس شفتي يا عيني امانه حياتي حياتي نسوم ربي كل التوفيق ان شاء الله لكم يلا احبه المشاهدين انتظرونا غدا فهناك ما يستحق الانتظار في مال لا واللي يجينا نغثه يختلف مقلبنا